أعزائي الطلاب، معكم خالد بوزان في سؤال جديد من أسئلة فحص الجنسية الألمانية، السؤال رقم 182. Welche Parteien wurden 1946 zwangsweise zur SED vereint, der Einheitspartei der späteren DDR? A. KPD und SPD, B. SPD und CDU, C. CDU und FDP, D. KPD und CSU. هذا السؤال هو عبارة عن حفظ، ده تحفظه اسم حزبين، بس نرجع لموضوع السؤال مشان نفهمه. Welche Parteien، أي الأحزاب، wurden تم عام 1946 1946 zwangsweise، يعني بشكل إجباري، أجبرون zur SED vereint، الفعل vereinen يوحد، إذن أي الأحزاب تم إجبارها على أن تتوحد لتشكل إن حزب zur SED. الـ SED هي الـ Sozialistische Einheitspartei Deutschland، يعني حزب الوحدة الاجتماعي الألماني. Der Einheitspartei، هذا الحزب هو الحزب الموحد. إذا Einheitspartei، Partei حزب، Einheit يعني موحد. Der Einheitspartei der späteren DDR، الحزب الموحد لاحقا لجمهورية ألمانيا الديمقراطية، Deutsche Demokratische Republik. إذا بال 46 تم إجبار الحزبين، في حزبين تم إجبارهم على التوحد لتشكيل الحزب SED، Sozialistische Einheitspartei. بال 46 نحن بنعرف إنه جمهورية ألمانيا الديمقراطية، يعني الشرقية، Deutsche Demokratische Republik، تم تأسيسها بال 49، نحن هلا بال 46 قبلها بثلاث سنين. إذا في حزبين تم إجبارهم على التوحد لتشكيل هذا الحزب، مين هن هدول الحزبين؟ هذا هو السؤال المطروح هون. الاحتمال الأول KPD und SPD. الKPD هي الكومونستيشو باتاي دويتشلاندز، يعني الحزب الشيوعي الألماني، طبعا تم تأسيسه قبل ذلك بكثير، يعني كمان وقت كان في الحركات الشيوعية في كل دول العالم. هالحزبين والSPD طبعا سوسيال ديموقراطيشو باتاي دويتشلاندز، تم هدول توحيدهم ليشكلوا حزب الSED اللي هو حكم كحزب مطلق في ألمانيا الشرقية طول هالفترة. هذا هو جوهر السؤال. طبعا عندنا الاحتمالات الثانية، الأحزاب تعرفوها، الـ CDU، الكريستليش ديموقراطيش أونيون، حزب أنجيلا ميركل، الـ FDP، الحزب الليبرالي، والـ CSU هو الحزب كمان الديمقراطي الاشتراكي تبع بايرن اللي هو التوأم لحزب الـ CDU. إذا السؤال هو هل حزبين الـ KPD والـ SPD توحدوا ليشكلوا حزب الـ SED عام 1946 اللي لاحقا حكم جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشرقية الـ DDR؟ هذا هو جوهر السؤال. بتمنى الشرح يكون واضح، وبتمنى للجميع أن ينجحوا بهذا الامتحان. تحياتي لكم جميعا، إلى اللقاء في الدرس القادم.